شيعت اليوم جنازة الفنان أحمد راتب بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، الذي رحل اليوم عن عمر يناهز 67 عاماً إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة بعد إصابته بضيق في التنفس، مما اضطره للتوقف عن العرض المسرحي بيت السلطات حتى يتماثل للشفاء، ولكن وافته المنية صباح اليوم الأربعاء. يا غليل عليا يا غليل عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية. بدأ الفنان أحمد راتب مشواره الفني وهو طفل، حيث كان يمارس التمثيل في المدرسة، وقد نمت موهبته بالتمثيل عندما التحق بفرقة التمثيل بالجامعة أثناء دراسته بكلية الهندسة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية. يا فندم ده هم مرضيوش يدخلوني من أصله، قالوا لي روح مش عايزينك، تعالى السنة الجاية، وما فوتش عليهم ليه السنة اللي بعديها. إذا كانوا هم أساسا ما كانوش عايزيني، يعني هم بيفهموني إنهم مستغنيين. قول لي عملت إيه؟ في إيه؟ يا رضوان أنت سيبني بعد نص الليل، أنا ما نمتش لغاية دلوقتي. من يعرف مشغولياتك؟ ما هو عشان كده قلت البدلك. يعد الفنان الراحل أحمد راتب من أبرع الفنانين الذين أدوا الأدوار الهزلية اللاذعة من خلال أدوار كوميدية تجذب كل أطياف المجتمع. ساعده على ذلك أداؤه الذي اتسم بالبساطة وعدم التكلف. المنطقة دي مسكونة فيها عفاريت، ولعلمك بقى العفاريت ساكنة في الكشك. قدم أعمالاً مميزة بالسينما والدراما التلفزيونية والإذاعية على مدى مشواره الفني، كما كانت له بصمة كوميدية خاصة ظهرت من خلال مشاركته الفنان عادل إمام في الكثير من الأعمال، فمن أبرز ما قدم في السينما وحدة بوحدة. البتاع اللي بتعمله ده شال الهباب من وشي؟ يعني إيه يعني؟ وشي لسه أحمر ولا لأ؟ والله علي هو من ناحية أحمر ما بقاش أحمر. طب الحمد لله. علي أنت لونك الأساسي كان إيه؟ ليه؟ بس أنا شايف إنك أنت بقيت أخضر يا علي. أخضر؟ الإرهاب والكباب. 16 سنة 16 سنة قدام المحاكم ومفيش فايدة، من قاضي لقاضي ومن محكمة لمحكمة ومن دايرة لدايرة ومفيش حكم بسمعه. لما طورت وحصل اللي حصل زيك كده، صدر علي الحب في 3 شهور. 16 سنة قدام المحاكم وما اخدش حقي، وفي 90 يوم طارت رقبتي. الإرهابي. مالك يا أخي علي؟ الأيام بتمر والمجتمع لسه على فساده وضلاله. صبرا جميلا يا أخي علي. لحد إمتى أخي سيف؟ أنا سبت الشغل وانضميت لجماعة من أجل تحقيق ثورتنا الإسلامية، ودين عاطل بقالي سنين. واللي بتقوم به ده مش عمل، ولا كنت عايز تفضل تعمل عند الحكومة الكافرة؟ أنا قصدي يعني لا تجادل ولا تناقش يا علي، فهذا أمر خطير. عمارة يعقوبيان. الراجل وصل النادي من 3/4 ساعة. يا عذرا يا ام النعم، ملاك مهما حصل بينه وبين الراجل انت مالكش اي دخل. فاهم يا اخويا، هو عارف اننا هنقابله؟ هو اللي مدي الميعاد نفسه، سيب لنا خبر على الباب عشان يدخلونا. جزيرة الشيطان. كل اللي بيتقال ده هزار مش كده برضو؟ انتوا بتهزروا كلكم صح ولا ايه؟ ها يعني كله ضاع، كله راح. طب وفلوس وتحويشة عمري؟ فلوشي وتحويشة عمري كله باح. يا خرب بيتك يا بيبر، يا خرب بيتك. وكان آخر تصويرا لأعماله السينمائية فيلم فوبيا الذي ينتظر عرضه، وفي المسرح حقق نجاحا كبيرا بأعمال مثل سك على بناتك مع الراحل فؤاد المهندس عام 1980. تلميذك يناديك يا أستاذ، يا رئيس قسم الحشرات العظيم، يا دكتور رأفت، يا صديقي القواقع وحبيب البراغيث.
يا دكتور رأفت. أهلا أهلا يا فندم. ست. والزعيم مع عادل إمام. أنت ما أنتش قادر تستوعب الموقف؟ بقولك أنت من بكرة رئيس الجمهورية. في رز بلبن. رز بلبن إيه بس؟ من بكرة أنت رئيس الجمهورية. خلاص؟ يلا يا سيمبا. وكان من بين ما قدم في التلفزيون من مسلسلات غوايش. بدي أخد علواني اللي فندي في مصر وبدي حاجة كمان. قول يا مجاور، أنت تستاهل كل خير. بدي حضرة العمدة الصغير ما ياخدش خبر بالحكاية من أصلها، عارفين هيعمل إيه عاد؟ ما ياخدش يا ولدي، ما تخافش. إديلي العلوان يا أبو الحاج، وبإذن ربنا يا عجيبه معاي يا عجيب خبر. رأفة الهجان. أنا هحاول أتصل بيك في الفترة اللي جاية. أنت بتقول كده ليه؟ مش عارف، حاسس إن في حاجة غير طبيعية. حاجة زي إيه؟ مش عارف، أنا حاولت أعرف من واحد زميلي في المطار، لقيته مرتبك وعصبي وبيقول إن الدنيا مقلوبة. بوابة الحلواني. طبعا أنا أقلكم فهما للي بيحصل ده، وده ما يصحش، لأن حمزة ده أنا أخوه الكبير وبمثابة والده، وإنتوا ما يرضكوش إني أكون زي الأطرش في الزفة. الداعية. الله يرحمك يا معلم، ما كنتش تعرف ان الفورمة اللي بقعد اشتغل فيها 6 شهور تطلعها المكنة الصيني في دقيقة. اي نعم في فرق، بس مين يقدر. والمال والبنون الذي ابدع في اداء دور شخصية السحتة. بكرة صيام والرؤية باني يا حاج متولد لقم بخور، خلي الحسود يولي. معلم عبادة، معلم عبادة. ايه يا سحت؟ الرؤية باني بكرة صيام. طيب يا عم خد كل سنة طيب. من انت من اعدامها وانت بالصحة والسلامة يا اهل خان يوسف. الرؤية بنت بكرسيا. ومن اخر اعماله التلفزيونية مسلسل الخروج. السلبية حل مريح لضعف الارادة. ايه رب بقى في المخدرات ولا رب دقنك؟ وقعد تتكلم في الدين اكتر ما تعمل بيه. السلبية مش حل عشان تخرج من ازمتك. والمسلسل الكرتوني حبيب الله. أنا لا أفعل ذلك من تلقاء نفسي، إنما هي أوامر رب البيت. كما نال الفنان أحمد راتب جوائز عدة، من بينها جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن دوره المميز في مسلسل أم كلثوم. الليل من لجل النهار ما يطمني. معقول يا قصب بالسرعة دي لحد المطلع؟ وستظل أعماله خالدة في وجدان الشعوب العربية. وداعا أحمد راتب.